الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله ليال دعوينك أين كجرني إن لقد عيسى أي تهي سي إلهي لباتوينك كاقد القاضة سيد أوكل لدعا وحا كجرت إن إلهي نعمدك دائمي إن أضمريضه ودعوينك هذا إلهي البريسي إن إلهي إفيا آخرنك حقاتيه آيات كاس دعاء إلهي دونيو وأه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيا إلهي سيدين مالك يهر الشيقني وحا الشيقي إن حجكم مركا أصور لما نيو مواقفتي سيئ ميله سيلا يسوكو إيمان جري دادك إيمان جري إيا مركي هركوي حج جري مركا لا يقحتها مركا كفار لغفصر dadka halka mowqifka iiman jiray in qaar kood ay ku ducaysan jireen ilaahu adduunyo ma doonina aakhirana aanay warkeeda baxayn ilaahay aanay aakhira iyo dibteeda iyo wanaaga yaala aanay ilaahay bariyin ilaahay kuwa jumci horan ka soo warano wuxuu yiri faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa hakamida ummati qaar أرنايا إلهو الدنيو إلهو حول إلهو عاف مال إلهو مال بس لكن إلهو يدن بداف إلهو إن حريص إلهو نارها يقبت بادي إلهو تشنو إيه عليها شاقة يسي يقو وقوم اجرتو هاب كبا كوا وينو كسو ورني إلهي بايري لا خلاق لهم في الآخرة نصيب آخركم عليه لا خلاق لهم في الآخرة علم دوحي أي كفا سيرينا حق الضمين إن شاء الله كيرا تعبان دونا قولك رأي يا إلهي كوالرمي وقول دين أسعنا يا إلا الدون إيو إني نكغضي ند عدا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحكم دا أمدي مد أرنا يا ربك يو الدنيا دا وانوباهانا هاي ايا الدنيا وناكسان سيه الدنيا دي مي ريسان ايو هدو كني الدنيا قريس كوكوبي الدنيا دا كني الهي وابري ايا الهي ببري ايا الدنيا دي اوحو اللي الدنيا دي اي وناك وفي الآخرة حسنة آخرنا الهي اي وناك ورافي هنكي سوس الرأي الدنيا دنا إنا لقى قصر رين بودونية آخرنا إنا لقى قصر رين بودونية قف كمومن كينا وقف هنكي سوين يحي ميل يروس كك ما فكره إن يرو دو وحبك ما أركي ميل فك بو وحك أركي ومضى مسلم كأنا إلهي وحا أوكينا عالمك وحا أوكينا إنا الدنيا دنا عمران وأي وناتيان آخرنا إنا أسي شقيستان أو أي وحوي آخرنا الليبانان الدنيا أخربا الدنيا أخربا محال لو فصير كرا الدون كوناكسن مفصرين تنو محيك فصرين إمام الطبري رحمه الله تعالى أرنت أو كهالي وحاسيسنا سديسا انت أولي سوء روري صاحب النكت والعيون الشيخ ما ورد للا أي تفسير كيس كسوء روري الدنيا دك وحا ويه وحك سو وناكسن هدي عافيمات كي تاي الدنيا اخرى يا عفوي هدي تاي نعمويكي الدنيا دي نعمويكي اخرى هدي اي تاي ان الدنيا لو سي علم يا عباده الله سو قادر اخرنا جنن هدي اي تاي ارساق واسعه او الهي كسيو جننا الهي كو دري لا لها شيسا وبد وناكسن لو سي قناعة لغو السي وحول أوناك سنبا كترة في آخر ما وقينا عذاب النار
عذابك وقضبك السدحات الدنيا نو وناجي آخرنا نو وناجي إيه وقينا عذاب النار لما سوى وناجي لي نار جلدنا يدبتنا إله ونجا إلى عليه علمون مركي فصير يعني محيكو فصيران نار إلا جو جليا وأبال وواحد صوشة قيستي نار قف كي صوشة قيستي الله ينجب بالبادية أسباب وهدو صوقب تا أسباب أي نار كو جليا هدو أرمها قار كودي أسباب سمعينا شنو جليا مركها وقينا عذاب النار نار جليد نجب بالبادية إن النار قل لما عنيه دم حيكو فصيران علم هذا إلا إما كأدو يدي بيتشوغاني وحي نو سبب لها إن النار قلوه أو معاصئة أو منكرادة أو فول حموينة أو هضلة أو فعلة أو وحي لم يدعى إله نقا إلالي إله دات توسن أو عبادة كو توسن نقا ديك إله يوم معصئة أو دنعيد كديرات أدون كان نقا ديك أو سبب النقو تمحي إن مركا قلوه شنو أو أن كبد بعد ما حي نار وقينا عذاب النار ودعو دين عوال با وحويا كوبيسة وكهضيسة أدقو هلية انت صوردا إله أدويا دونية ووحسان ولذلك أحاديث قصة أرورتي ربنا آتنا فالذي هذا صحابي قرنتي انت بطن عنكو أركي وأنس بن مالك وخادمك الرسول صلى الله عليه وسلم أها حديث أو صحيحة أيها وحأوليها أو إمام البخاري أوريه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد وحو أورنجري اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أي ولي بهربك او علماء قار اي كف فسيرين اللهم ذا مقع الهي وين هدي لو بري الهي ودعاء اقبل يه اسم الله الاعظم اللهم الله يو انت تدخل الريموت بي هاجي الدنيا اخره ايو عذاب كودي بد باس اسلام كنا رنتي انت او يمد وا انت سان شيغي ادون كنا ان لو وناجيو لا عمرو اخر العمر عدة متى ويدارسن لتما دنا طريق مهي ولذلك إلهي قارون وحكو قال رئيسي مال مال إن قفك الله سيادب ماها مال كاسا للدوني لكن طريقي ونكسنا إنو كو سيهاقو وآخرة دعو وناتيو وإلهي دارتي سي آخرة كدونتو وأدونا كدونتو محالي لي مركي نكي قارون إلهي نمعد السيئة إلى هيك والرمي ولا لتلي وتلكيبا لتلي وإذ قال له قومه لا تفرح وركبرك إسكايلالي وفرحت كبرك كتر إسكايلالي وايو إن الله لا يحب الفرحين إلى هي ماتش على كوة فرحت كبرك ورطه كوة لي مادة كوة كبرة إمرك إلى هي وحصيه دريق كلا ولكعة الله ماتش على محيلة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغي الدون الدار الآخرة دارت آخرك الدون فيما آتاك الله وحي إلى هيك سي مالكا آخرك الرادي صدق ضيصو وقف كسمه حلال كدقو أوك إلى لين الحاران دريق أمرتو إلى هي ميت كقول لوية أو تاجر لدن أو آخرة أسي شقيسنا يوم مالكا أبالكيس قدين دقو ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تور معها وصدقه كدغه هذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا هذا هذا كنا كراحيسو ها الا بين دفتا سامي يسدك اد كلده هي مخي ادويدنا ادويدنا كغه راحيسو كبرنا كالهالي واحسن كما احسن الله اليك اصمف الادومه الهي او كصدقديسو وحسي ادومه الهي ددك وحسي كما أحسن الله إليك سيدة إلهي أدق كوانا تيه مال كوسي أدق هنا فر جابك فر قعنت أوددك وحسيه وات إسلام كدوني وحرنتي آهدهن آهدنا إنو أخرى إنو إيو أحاديثة إنو شاقنا إيو كمي دي حديث كاولي با النبي محمد أنص
النبي محمد دعاني أي واحد عادو كان نبي محمد ساسوها وحا صحابي أنس وحا أوي من قتادة تابع قاس مركز وحولي لي بل واحد يشيك تدعى النبي وأنت بدل كدعى سنشري وحولي اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنسنا وكتأثر مركا النبي مركو كأركي دعاء آدو وكتأثر أنس هدو دون إنه دعاء كدعى يستو صحيح مسلم كتير دعا بها يدو كدعى سنشري مركا قال كدعاء قرا يدو دعاء كدعى سنشري وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه هدو دون إنه دعوي ما وحيا بكر إلهي كدعى سنة تنو كل حدري شري أنس كم تجيشري ده دعوين كلا الله معنا أنا ويشران تيبا مسلم صحيح سكوتشرتي أهيد أبو هريرة وريني حديثك أولها النبي محمد وحو كدعى سنة شري دعاء وأهيد اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم إله دينت إي وناجي دينت وحي وإسلام لماذا إي عبادته وهي عصمة الله يذيبها كنت يعني إني أعتصم به من النار وتأن دون دينت هدادي وناجي النار لأنك قبت بعده oo aan kaga badbaado zalal inaan sabir raxdo oo aan kufo oo aan dhaco oo aan dariiqi seego ilaahu adduunyadana ii wanaaji noloshaydi ba ku jirta ilaahu aakhiradana ii wanaaji waayo waa macaadkaygii halkaan u laabanay waa gabagabadiiba waa halkii ugu muhiimsanay ilaahu adduunyadan ee ka adduunyadii ilaahu adduunyadan waxaad iga dhigtaa mid khayr oo dhan ii siyaadisa adduunyadan ilaahay lama bariyo ilaahu cumri dheer lama bariyo ilaahay cumri daacadaada ii kordhiya iyo inaan adiga dariiqaaga u hoggaansamay ilaahay isii nolol ii siyaadisa khayr ilaahay geeridana iga dhig shar oo dhan mid aan kaga raaxaysto walaalayaal waxaan jecelahay qaybta ugu dambaysa ee aan ku soo gabagabeynayo kelmaddayda ama khudbadda inaan al-imaam Fakhruddin al-Razi ayaa aayadan markuu fasiraya si cajiib u fasiraya qodobo dhowrana uu ka hadlayaa waxa uu yiri markaan soo ururiyo ilaahay aayadahan waxa uu ku sheegay laba qolo qolo ilaahay bariyaysa adduunyadan iyo qolo adduunyada aakhirada ilaahay bariday laakiin marka aynu nambarka eegno marka aynu tirada eegno hal nambar oo kala meesha ama qayb kala ku jirta qolo waa adduunyada ilaahay bariyaya qolana maxay bariyaan adduunyada aakhirada qolo saddexaad baa hadhay oo ah qolo aakhira uu ilaahay bariyaysa oo aan adduun iyagu adduunkii dhib u haystaba oo le ilaahu aakhira uu aniga adduunyada waxa doonto ilaahu anuu adduunyo uma jeede waana bal qadiyada noocaas oo kale ah qofkii inuu aakhira uu ilaahay bariyo uu hadaan adduunyada iska xanuunsado oo aan iska bashaaradaysto oo aan ilaahay anuu waxa weydiisanayo oo adduunyada dadka ka hadho adduunyo isagu uma jeedo laakiin aakhira taasi ayaa runtii iyaduna jirta sheekhu muxuu yidhi culimada islaamku way ka hadashay miyuu bannaan yahay qofku inuu aakhira u baryo ilaahay mise ma bannaana wal aktharuuna culimadu waxay u badan yihiin annahu gayru mashruucin ma bannaana waayo ayuu yidhi sheekhu waayo buu yidhi qofkan bani aadamka ahi waa qof baahan waa itaal daran yahay awood uma laha inuu u adkaysto uma laha haddii aalaamta iyo xanuunada iyo dhibta adduunyadu hadday taabato iyo walaa bimashaaqi alaakhira iyo dhibaatooyinka aakhira inay taabtaan haddaba waxa u wanaagsan inuu ilaahay ka magan galo sharka adduunyo iyo ka aakhiraba maxduu daciif yahay wakhuliqa alinsaanu daciifa waxa marka xadiis buu markaa soo qaadanaya xadiiskii markaa imaam muslim baan si toosa xadiiska uga soo saaray isagu aad uma sii ballaadhinayo xadiiskan ila dhegaysta bal ninkii arrinkaasi adduunka doonayey inaan wax badan aanu ka arag ama dhibo taba uu ku arko iyo nebiga wixii dhex maray xadiiska waxaa warinaya imaam muslim waxaa kaloo warinaya imaamu axmed iyo culimo kaleba rasuulku sallallahu calayhi labadaasaan laakiin aan go arkay
labada labadaas aan arkay imaam muslim iyo imaam ahmed anas bin malik wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu soo booqday nin ka mid ah muslimiintii ninkaasi waa itaal daraaday misl alfarakh sidii xabada digaag ah ilmaha yaray dhasho marka uu dhasho siduu yahay itaal darida iyo daciifka ee aan la eegi karayn ayuu noqday waa shakhsiyad daciiftay khafata buu yihi xataa saara misl alfarakh wuu daciifay wuu gurmay ilmaa uu noqday digaaga yar ee digaaga uu dhalo shimbiraha yaryar nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi wax ilaahay uga muujiyeyba maa kunta tadcu allaha bihi min qablu war maxaad ilaahay baryeysay hore maxaad ilaahay maxaa jira ilahay waxma baryday maxaad baryeysay ninkii wuxuu yihi baldhegaysta waa halkaan u socdee kuntu aquulu waxaan ku ducaysan jiray buu yihi oon odhan jiray allaahuma maa kunta mucaaqibii bihi fi laakhira ilaahayow wixii aad igu ciqaabi lahayd aakhiro aakhiro aniga igu weyne wixii aad igu ciqaabi lahayd aakhiro facajilhu lii fi dunya adduunyada ilaahow iisoo dedeji aniga adduunyada ilaahow igu cadaabo igu shiil aakhiro waan badbaadi qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi subxaana allah buu nebigu yihi waa kelima tacajub kelima tacajub baa la yidhaha markuu yaabo arrinkaa wuu diiday nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ilaah baa xumaan ka fufan laa tudiiquhu war ma karaysid aw laa tastadiicuhu awoodba uma lihid hadduu ilaahay kugu soo daayo ma karaysid fahal laa qulta ama fahal qulta war maa tiraahid maxaad u odhan weyday rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar maxaad u odhan weyday warintaa dheh ninkii taladii wuu qaatay ilaahay buu baryey ilaahay baa dibadeedna caafimaad siiyey maalmo yar siimuu joogin ama wakhti yar siimuu joogin bay riwaayadaha qaar yaadaan ilamaa ilaahay caafimaad siiyey halkaasi maxaynu ka fahannay mawduuceena inay u socotana rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana inay faraj tahay dhibaatada ilaahay kaaga dulqaadaya laakiin yaqiinteedu waanaad haysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa markii aynu jimcihii hore ka waramaynay qolada rabbanaa aatinaa leh waxaa ilaahay uu sheegay faminhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya mid baa ka mida odhanaya ilaahu anu adduunye uman doonaya adduunye isi ilahay buu baryaya laakiin adduunye ilaahay baryaya ilaahay markaa muxuu yihi rabbanaa aatinaa wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq aakhira nasiib kuma leh culimmada mufasiriintu way ka hadleen dadkan la sheegayaa waayo sheekhan fakhradiin arrasi ayaa runtii tafsiirkiisa si wanaagsan u dhigay markaan tafaasiirtii ilaa 9 tafsiir markaan baaray isaga ayaa aada runtii u soo qaatay wuxuu yidhi culimmadii marka lasoo ururiyo qaar waxna waa gaalo gaalo dee iyagu wax kale uma jeedaane iyagu waa adduunye doon ilaahay way qirsayeen in badanoo ka midi markaasaa waxay leeyihiin mushrikiintiibaba odhan jirtay buu ihi riwaayad ibnu cabaas ayuu soo warinayaa markaasaa waxay odhan jireen mushrikiintu markay weliba meesha ay ilaahay ku baryayaan ee mowqifka ilan si qaladay xajka u isticmaali jireen ayaa waxay odhan jireen allahuma rusuqnaa ibila ilaahu geel nasi wa baqaran ilaahu lo' nasi wa ghanaman ilaahu ari nasi wa ciyaarihiini soo maha inaga ilaahu gaari ilaahu gaari hataa dhalinyarta waxaa laga yaabaa qaarkood qolooyinkan markaa iska dee duruufin iska ilaahayow xabad yaro laabtoba inay dhahdaan baa laga yaaba iyagu saasay odhan jireen waqtiga addooma ilaahayo wamaa kaanuu yadlubuuna tawbata walistikfaar ilaahay may ka dilbi jirin istikfaar iyo tooba iyo dembi dhaaf iyo wanaag ilaahay dabadeedna wuxuu waramay qofka noocaasa ee adduunye doonka ah inaanu aakhro ku lahayn nasiib karaamadeeda nicmadeeda sawaabkeeda wanaageeda qoladaasi waa la yidhi waxaa kale oo la yidhi buu yihi waqaala aakharuuna qolo kale waxay yidhaahdeen haa-ulaa'i qad yakuunuuna muuminiin dad muuminiina ayaa arrinkani ka dhacaya waa halkaan u socda laakiin dee inagu aan garan inagoo muslimiina oo muuminiina ayaa laga yaaba qaar adduunyadu inay aada ugu weyn tahay ama in badanoo inaga inaga mid a kuwaasi yas'aluuna allaha lidunyaahum laa liukhraahum buu yihi adduun bay ilaahay weydiisanaya laakiin aakhra meel bay iska dhigan ilaahayow dayac mushtariga ii wanaaji ilaahayow caafimaad isii ilaahayow intan ileeyi
ويكون سؤالهم الدنيا أقبلوا إلهي ويديستان من جملة الذنوب دنبية الله مدك ملوي ويو إلهي انت تجين قوبتي حجك وليبا دلك كان الله يكسي تفير ما يعني كوان إلا هلك يكسو دي كيبه هلك هلك اللقاء عرنا يوغون رسوا هلك قفك انتو هلك تجي حج انت سوقي انتو يستاقي هلك تجينا يري انتو موقف كي يستاقي ماشي وغش رفت بني يري إله أدوي إيا أدوي كنسك إله أدوي يا إلهي وإنم بريهن يقول شرتي إله وإنتي إن أنت نادى آخر نادى بالقولي إيه وناتي إن أنت واحد بريسا شقدي يبقى مودي إلى هيك عصارة واحد بريسا اللي وين نفهم ناي وأنا أقول إن عالم الإسلام أمد أقص الرياض بريسا نبت إلهي إن قدر القاضي لكن آخر نادى قدر هي waxay ka jeesteen buuri su'aasha ilaahay waydiisan lahaayeen nicmadii daaimka ahayd ee joogtada ahayd aakhira hadaba ilaahay waa ka yiri ulaa'ika laa khalaqa lahum nasiib kuma laa aakhira laa khalaqa lahum fil aakhira maxaa lagu fasiraya haday muuminiin noqdeen muslimiina waa laga yaabaa inuu tukanayo waa laga yaabaa sadaqayn uu bixinayo waa laga yaabaa inuu soomayo laakiin isagu ducada markay ka gaadho umbu adduunyo arkaya maxaa lagaga jawaabaya ilaa waa kan nasiib iyo sad iyo saami iyo dheef kuma laha la yiri culimadu saddex bay ku fasireen nasiib ka aan lahayn qolo waxay yiraahdeen laa khalaqa fil aakhirah aakhira nasiib kuma leh illa an yatuuba haduu ka toobad keeno oo uu isgarto oo uu toobad keeno sad iyo saamigiisi uu leeyahay intii hore haddaynu intaa ku miisnay illa an yatuuba aan dhaado baabka aan xidhno ma sax ka ama مو توبة كينين إيه إلا أن يعفو الله عنه إن إلهي كبرنا فضع إلهي سوى الرحيم ما إلا الشرك يقال لما كمور دعنا ذنبي معصيب وكل عاي إن إلهي ميانك عفيه كريه دانو الشرك كل عين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدح وعلى جاي أبا إن وحيابي كلئ وناجي وسميي وخيرك صدق الله لكن كي كد عيسى مؤمن كها لمد كها لكن يسوع آخرية أدوية بري سامي هي سد كي لسيء أكله هل ما يبلي لا خلاق له في الآخرة كخلاق من سأل الله لآخرتي وهل وحبه كل ولا من الله كله لكن سكي آخر إله بري من كاس وضع الله وكسر يا كاس ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا أمورنا وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا الله فريمها كردون لصوفرتينا إلى هي دبتا أي دريمي أن الله كتل قاضه كوا حانو سني إلهي عاف ما ناسيه كوا عروتي كتهريبتي إلهي لبتا إلهي وقفر جدو كوا دينتي اللي قولي دينتي الله كتل قاض وحون عدة طبان إساه إيجي إنقبا إيا مسلم كبا الله إنقدل قاضه صلى الله على نبينا Somali Land dhamaantii subaxdii iftiintaba soo gashay siradkii internet oo sidoo kale suuqyada magaalada ganacsiga soo sumaya sixirada asaarta iyo sarifka dhaxyaala waxay saameeyeen internet ilaa cusuga noomar qoragoon haddii ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada sharci aad la gelin wadan kale aad oo tagi kharashkaaga bixin baad internet adeegsan oo soo gashaa awood badan fiberkeedu sax yahay ganacsigana uu gaar yahay waxa laga ma marmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda markastaba muhiim ah markay soo gashaa helaan bay muhabbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet ha moogan gurigaaga soo gala wireless speed badan fiberkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaada
مايفاي أود بدن دراري يهبين كي هدو استعمال كاكو بدن يهي داتا دي سحدد ملا مشقولي يدامات ملا مرقوراتا قويد ملا هداد قاعد السوق يقوبها وحب رشاد هالك اللو بعوي يبا صوبا إسكار سنقوري كاكا باهنيف وتركو كحرينو هودا ذا كانتو كوبا تلو وايفاي كاكا فرو استعمال لدى بديد هوت سبوت سبير بغن سو كشو الشركة تركو بادي سومالي لانو قامل سي إسكار سنت انترنت كفايبر وابتكا كاقان عسيقين يكا قوريا يدمان بادي قيدة كلا دوان الشركة دي سو اي بحسو انترنت اوود بضلو فايبر كا وحكو فروكو طاوكو كان عسوكو ايبسوكو ايبي كنا عيار استعمال مروالبا يميلوالبا تيدو اوودي